دلوقتي جه ميعادنا مع تقريرنا اليومي عن سماحة الإسلام والأخلاقيات اللي لازم إحنا نتعامل بيها في حياتنا اليومية. النهاردة هتكون عن فضيلة الستر في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام سيدنا ماعز وده صحابي جليل جدا راح لسيدنا أبو بكر وقال له يا أبا بكر إني زنيت. سيدنا أبو بكر قال له اوعى تقول لحد، اسكت، هل أخبرت بذلك أحد؟ قلت لحد؟ قال له لا. قال له خلاص ما تقولش لحد أبدا. سيدنا ماعز برضه ما سكتش، راح لسيدنا عمر، يا عمر إني زنيت، أنا عملت فحشة. فسيدنا عمر قال له يا ماعز هل أخبرت بذلك أحد؟ قلت لحد؟ قال له لا، قلت لأبو بكر وقال لي اسكت. قال له لا تسكت وما تقولش لحد. سيدنا ماعز برضه ما سكتش، راح قال لصديقه اسمه هزال وده صحابي. هزال راح قال له لا انت ازاي تعمل كده، ده انت لازم تروح تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من سيدنا ماعز انا عملت كذا كذا، فقال له يا ماعز هل فعلت كذا؟ نعم. يراجعه تاني، هل فعلت كذا؟ نعم. سيدنا النبي ما سكتش، راح بعت لاهل بيته. هل به جنون؟ هو عنده مشكله؟ هو يعني ان هو يقول حاجه على نفسه زي كده؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مجلس وجه هزال وقال له يا رسول الله انا اللي نصحت اقول كذا. هو افتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم هيكون مبسوط بيه، زعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا هزال هل سترتهما بثوبك؟ كان خيرا لك انك تستر حد، انك تداري على حد، مدام فضحته دي يعني هتقلل منه، مدام الكلام عنه هيكسر من كرامته، مدام الكلام ده هيقل من الشخص ده، استر وداري. اوعى تعتقد انك لما بتفضح امر حد انك كده يعني بتخدمه او بتخدم الناس خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حب يراجع سيدنا ماعز علشان يقول لا ما حصلش، وبيراجعه مره واثنين وثلاثه ويسال اهله لعله انه يرجع. سيدنا ابو بكر وصاه انه ما يقولش، وسيدنا عمر وصاه انه ما يقولش. اوعى تفتكر ان ربنا بيكون فرحان بيك لما تفضح حد، او سيدنا النبي هيكون مبسوط بيك لما تفضح حد، ابدا. استر من ستر مسلما ستره الله يوم القيامه. لو عايز حياتك تمشي مظبوط وربنا سبحانه وتعالى، كلنا فينا اخطاء وكلنا فينا يعني العبر زي ما بيقولوا، لكن كلنا محتاجين ستر ربنا سبحانه وتعالى، وستر ربنا مش هنستحقه الا لما نستر غيرنا. مش هناخد الجائزة دي من ربنا سبحانه وتعالى إلا لما نقدمها للناس، إلا لما يكون قلوبنا ستر على الناس. اللي يقولك كلمة انساها تماما. كل واحد ممكن يجي في وقت من الأوقات يحاول يفضفضلك، يحاول يقولك كلام، يحاول يقولك سر، خليك قد السر. مش أول ما نزعل من بعض نجري نقول ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، إحنا كده بنكشف سترنا إحنا مش هم، لأن أنا هتعامل بنفس المعاملة دي، لأني لو ما سترتش مش هلاقي ستر، لأني لو ما جبرتش مش هلاقي جبر. لازم تكون ستر، لازم تكون غطى، لازم تكون دفع على غيرك، لازم تكون مأمن وتكون بير ما يطلعش منه السر أبدا. ربنا يسترنا ويجبرنا ويطبطب على قلوبنا. كل سنة طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.